السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود وهنستكمل سلسلة السيس. النهاردة هنتكلم عن الريفرنسنج داتا ان لايبريز. قلت لك قبل كده لا تهتم بالسنتكس اطلاقا، هنمشي فيه واحدة واحدة واديني بزق معاك دلوقتي. انا قلت لك قبل كده ان اللايبريز عندي اما لايبريز بيرمننت دائمة واما لايبريز مؤقتة او تيمبرري. اللايبريز لما يكون بيرمننت لازم تكتب اسمها قبل ما تستخدم الداتا اللي جواها. اللايبريز لما تكون دائمه لازم تكتب اسمها قبل ما تستخدم الداتا اللي جواها. طيب اللايبريز لما تكون مؤقته زي الورك؟ لا، في الحاله دي اكتب اسم الداتا اللي جواها على طول من غير ما تعمل لها ريفرنس. ممكن تكتب اسمها ورك، ولو ما كتبتش اسمها لن تسال عنها اطلاقا، لن تسال عنها اطلاقا. يبقى الورك دي هي اللايبراري الايه؟ التمبرري. ماشي، عندنا تو ليفل نيمنج، لايبراري نيم اللي هو الليب نيم، وبعد كده الداتا سيت نيم. اللايبراري نيم اهو زي ما قلت لك ساس دوت هيلب او ساس هيلب او ساس هيلب، والداتا سيت نيم اللي كانت جواها اللي كان اسمها هارت اللي استخدمناها هارت. هنا انا سميتها مثلا، كان في داتا هنا اسمها كلاس، تمام؟ فهنا اسمها كلاس، هنا اسم الداتا ست اللي جوه الهيد اسمها كلاس، هناك اللي استخدمتها كان اسمها هارت. ماشي؟ وهنا سمينا الداتا عن طريق الداتا ست اسمها كلاس، سميتها كلاس، طبعا انت عارف ان هي هتتسجل دلوقتي في الورك كلاس. المهم دي كانت داتا جوه البيرمننت لايبرري، في الحاله ديت استخدمنا ساس دوت هيلب، وبعد كده ايه؟ اسم الايه؟ اسم الداتا بتاعتي. بعد كده استخدمنا ست تو انكلود اكزيستنج داتا، علشان تستخدم داتا بتستخدم فانكشن اسمها هيلب قبليها، وقلت لك قبل كده طبعا مالكش دعوه بالاوتو. المهم احنا دلوقتي استخدمنا داتا ستيب، وسمينا الداتا بتاعتي اسمها كلاس، سميها براحتك طبعا، سميتها هناك ماي داتا، هنا سميناها كلاس. وبعد كده ست استخدمتها علشان اقول له يلا استخدم لي الداتا اللي اسمها كلاس اللي جوه ساس هيلب، بعد كده اعمل لي رن. طبعا دي اسم اللايبرري اهو، اللايبرري نيم اللي هو ساس هيلب، وبعد كده اسم الداتا ست اللي جوه اللايبرري اسمها كلاس، هناك كان اسمها هارت. وبعد كده بقول له بروك برنت، يعني في البروك ستيب ديت اطبع لي الداتا اللي انا لسه عامل لها نسخه من الساس هيلب دوت كلاس واللي سميتها برضو كلاس، وفي الاخر رن. وبعد كده بقول لك ان السنجل ليفل نيمنج من غير ما تحتاج اسم تكتب اسم اللايبرري لما تكون الايه؟ لايبرري ورك. الورك ديت سنجل ليفل نيمنج مش هتحتاج اسمها، يبقى اي داتا جوه الورك مش محتاج تكتب اسمها الاول. يعني هنا مثلا عندي البيرمننت لايبرري اللي هو ساس دوت هيلب، علشان كده كتبت اسمها وكان جواها داتا اللي اسمها هارت. طيب تعالى هنا تاني كده ساس دوت هيلب، انا اللي عملت لك اللي كنت بشرح عليه المثال اللي هي كانت الايه؟ اللي هي كانت اللي اسمها كلاس اللي هي كانت الداتا دي. ماشي؟ دي اللي كنت بشرح عليها في الاكسل في الباوربوينت. ماشي؟ وهو زي ما قلت لك كده ايه؟ عايز ست، يعني استخدم لي الهارت ست اللي جوه ساس دوت هيلب علشان هي بيرمننت لايبرري. وبعد كده قلت له اطبعها لي عن طريق البروك ستيب، تمام؟ واكيد فهمت كده الداتا دي عباره عن ايه؟ عباره عن داتا ستيب بكتب فيها اسم داتا جديده اللي انا عايز استخدمها، ما تنساش السيمي كولون، ما تنساش السيمي كولون، ما تنساش السيمي كولون. وبعد كده استخدمت حاجه اسمها سيت فانكشن، السيت ديت بقول له فيها استخدم لي الهارت داتا سيت اللي جوه الساس هيلب، وفي النص هيوصل بينهم بايه؟ بدوت، ما تنساش السيمي كولون. بعد كده اقول له رن الكود دوت، ثم بعد ذلك اقول له اطبع لي من خلال البروك ستيب جواها فانكشن اسمها برنت الداتا بتاعتي اللي اسمها ماي داتا اللي انا لسه مسميها دلوقتي، ثم رن. يبقى دي فكره الايه؟ فكره الريفرنس. وهنا عملنا ريفرنس لانها بيرمننت داتا، ولو كانت جوه الورك، ولو كانت جوه الورك لم نكن نستخدم هذه ايه؟ هذه، وكنا حذفناها على طول، ما كناش هنكتب طبعا ورك، ما كناش هنكتب ايه؟ ورك دوت، مش محتاج، ممكن تكتبها ممكن ما تحتاجش، تمام؟ بس طبعا هارت مش موجوده، تكتب ماي داتا. تمام كده يا ريس، تمام.